اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. معلش يا جماعه، الحلقه دي هتبقى مختلفه شويه، والحلقه انا بنوه من دلوقتي الحلقه دي بلس 18. اي حد اقل من 18 سنه ما يتفرجش على الحلقه دي، اديني بنوه، لان حلقه فعلا هتشوف فيها مأساويات كتير، هتشوف فيها حاجات عمرك ما هتتخيلها في حياتك، حاجات فوق توقعات، حاجات تقول هل في بني ادمين كده في الحياه عايشين وسطينا. والسلسله دي هتبقى الحاجات المفجعه واتعملت بعد كده على افلام. وبدايه السلسله دي هنتكلم عن الشخصيه القذره جوزيف ريتزل، اللي اتعمل عليه فيلم نزل من اعتقد 4 شهور مثلا، وهو فيلم جيرل ان ذا بيزمنت. الفيلم ده لما نزل ناس كتيره جدا، اخدت بالي، اتعمل بوستات كتير عن الفيلم، هو ازاي الفيلم ده من اوله مكتوب ان هو قصة حقيقية، وازاي كل الاحداث اللي فيه دي حصلت قصة حقيقية. بس للأسف الفيلم ده فعلا قصة حقيقية، واحب اقولك كمان ان القصة حقيقية فيها مأساويات اكتر، وفيها حاجات ديتيلز اسوأ من الفيلم بكتير. فقبل ما ابتدي الحلقة، طبعا اتمنى من بتوع افلام لو عجبتهم الفقرة دي سيبولي تحت الكومنتات، وقبل طبعا ما ابتدي الحلقة اتمنى تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة. طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج والفيسبوك بيج، وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقة اول بأول. ويلا بينا نخش في الحلقة. مبدئيا كده في الحلقه دي انا هحكي لك القصه الحقيقيه، وبعديها هقول لك رايي في الفيلم. بس هيبقى الحته الاكتريه هنتكلم عن القصه الحقيقيه بتاعه جوزيف ريتزل. وبصوا شكله عامل ازاي يا جماعه. مبدئيا يعني هو وشه وعينه ونظرته واحد شيطان على هيئه بني ادم، ده يعني ده كده كده. بالنسبه للناس اللي مش فاهمين ايه القصه اللي انا هتكلم عليها دي، وايه الحوارات، وليه الحلقه دي بلس 18، انت هتعرف ليه الحلقه دي بلس 18. واتمنى وبنوه تاني للأطفال أو للبني أدمين أو الشباب اللي تحت ال 18 سنة متفرجش على الحلقة دي، لأن فعلا مش هتصدق القرف مش هتصدق عامة. وهتفهموا ليه دلوقتي من بداية القصة. هذا الكائن اتولد سنة 1935 ومن مواليد النمسا، واللي هيخليك تستغرب أكتر وأكتر إنه راجل مهندس ومهندس كهرباء. سنة 56 تم 21 سنة واتجوز من بنت عادي، وبنت عندها 17 سنة، وكونوا أسرة في تبات ونبات، وخلفوا 3 صبيان و4 بنات، ومن ضمنهم بطلة حلقتنا وبطلة الفيلم الطفلة إليزابيث. إليزابيث اتولدت سنة 1966، ومع مرور السنوات بان إن الأب مريض نفسي وابتدى يتحرش ببنته وهي عندها 11 سنة. البنت ابتدت تكبر وتوعى وتقول إيه القرف اللي بيحصل ده، ولازم أبعد عن البيت ده، وجالها عقدة من البيت بسبب باباها واللي بيعملوا فيها. فابتدت وهي في سن ال 15 سنة تدور على وظيفة، وفعلا اشتغلت نادلة او موظفة في المطاعم، بتقدم المشروبات وبتقدم الاكل وكل الكلام ده. وطبعا اتعرفت على اصدقاء من خلال الشغلانة دي، وفي سن ال 15 هربت من بيتها وراحت قعدت عند اصحابها اللي ابتدت تعرفهم من خلال الوظيفة الجديدة. لكن طبعا اهلها ابتدوا يدوروا عليها، والبوليس جابها فعلا من عند اصحابها ورجعها لاهلها، لان هي ما تمتش سن ال 18 وملهاش حق ان هي تنطلق وتبعد عن اهلها يعني. فهي لما رجعت قالت وعد بيني وبين نفسي ان بعد سن ال 18 انا مش هقعد لهم في البيت ده خالص. وفعلا دورت على وظيفة تانية ان هي تبقى برضو شغالة في مطعم، بس في بلد بعيد عن البلد اللي هم عايشين فيها، وفعلا توافق عليها في سن ال 18 سنة لما تم ال 18 سنة. ولكن للأسف باباها الشيطان جوزيف ريتزل كان عارف ان هي نفسها تمشي من بعد سن ال 18، ولانه مهووس بيها ومجنون وعنده مرض نفسي ان هو بيتحرش ببنته، قرر وطلع ان هو مخطط من زمان، من ساعة ما هي ابتدت تفكر اساسا ان هي تسيب البيت، كل السنين دي عمال يبني ويخطط لأوضة تحت في البدروم جوه البدروم عشان تعيش فيها ويحطها فيها ويخطفها وتفضل عايشة هناك. كل السنين دي عمال يجيب في حاجات ويحط في حاجات، وعمل لها حمام وحاجة كده، اوضة
صغيرة جدا، يعني ما ينفعش بني آدم يعيش فيها أكتر من 3-4 أيام مثلا. وللأسف جه اليوم ده يوم 28 أغسطس سنة 1984، أخد بنته وقال لها بعد إذنك عايزك بس تساعديني يا بنتي، وهي عندها يا عيني خلاص 18 سنة وما صدقت خلاص بقى هتشوف حياة جديدة بعيدا عن الأب المجنون ده. قال لها معلش يا بنتي ساعديني، في باب كده عايزك تشيليه معايا وننزله تحت في البدروم. وبالفعل نزل تحت في البدروم ولقت أوضة غريبة جوه ورا البدروم اللي موجود أساسا، واتفاجئت جدا بالمكان ده. وهو قال لها طب بس استني معايا، وفضل يركب في الباب اللي من بعديها هي مش هتشوف النور. ما كانتش عارفة طبعا اللي للأسف الخطة المجنونة بتاعت أبوها المتخلف ده. دخلها جوه الأوضة وقفل عليها وقال لها انت عمرك ما هتخرجي من الأوضة دي واستسلمي قدام الأمر الواقع. لأن فعلا يا جماعة الراجل زي ما بقولك بيخطط بقاله سنين طويلة، الأوضة عامل عنها عازل صوت ومحدش في البيت عارف ان في مكان زي ده، لأن هو فعلا ورا البدروم حاجة كده عملها. زي ما انتوا شايفين ده المكان القذر اللي هي كانت عايشة فيه. وللأسف للأسف فعلا حصل وعمل اللي في دماغه، وابتدى من بعديها مرحلة التحرش تعلى شوية. ليه؟ ان هو بينام مع بنته يا جماعه، عشان كده بقول لك حاجه فوق ال 18 ما ينفعش حد يتفرج عليها. ونتج على ده ان هي خلفت 7 اطفال. قصه حقيقيه، اي حد هيفتكرني اوفر ولا اي حاجه شوفوا يا جماعه واتفرجوا على النت او اكتبوا جوزيف فريدزل عامه شوفوا القصه دي، يعني كان دي قصه حقيقيه. طب 7 اطفال يا ابو حميد، يعني البنت قعدت قد ايه كل ده طالما انجبت 7 اطفال؟ البنت قعدت في البدروم يا جماعه 24 سنة من خلال المخطط الشيطاني بتاع الراجل ده. راح قال لمامتها، دي كذبت رساله وقالت ان هي خلاص هتسيب البيت ومش عايز اعرفكوا تاني، والام طبعا صدقت لان هي دي كانت نوايا البنت، وما كانتش طبعا تتخيل تماما ان ده اللي بيحصل. انتوا فاهمين يا جماعه انا بكلمك في 24 سنه اهلها فوق وبنتهم واحفادهم اللي من باب تحت حد شايفهم، وكان بيخش لها وبيجي لها كل يوم او على اقل تقدير 3-4 ايام في الاسبوع. انت اكيد طبعا كرهت الراجل ده وبتسبله بكل الشتائم اللي تعرف حياتك، بس اخليك تكرهه اكتر واكتر ان هو مثلا تشوفوا له فيديوهات في خلال الفتره دي. اهله بعد كده طلعوا الفيديوهات دي ان هو كان بيصيف معاهم مثلا وبياخد الاحفاد بتوعه وبيلعب معاهم، وشخصيه عاديه جدا. وانت حاطط في دماغك اللي هو انت بتصيف هنا وفي نفس الوقت بنتك انت سايبها في البدروم اللي مخلف منها 7 اطفال. ولتزداد المأساوية اكتر واكتر، البنت قالت له في خلال طبعا الفترة لما كانت عمالة تخلف كتير، قالت له هي خلاص استسلمت يا جماعة، هي خلاص بعد ما عدت طبعا سنة قالت خلاص انا هفضل عايشة هنا، هو الراجل مجنون خلصت بالشياكة. فطلبت منه انا المكان اللي احنا قاعدين فيه ده خلاص، كمية الناس او كمية البني ادمين الاطفال الموجودين احنا بنتنفس ومفيش تهوية كتير، فكده هنموت مفيش تنفس. فقالت له على الاقل خد 3 اطفال طلعهم فوق على قال واجب. فقام مكمل الخطة الشيطانية، قام قايل ايه؟ قال يعني بقى كده وحنين. قال لها طب خلاص، قام واخد التلاتة دول وسابهم على باب البيت بعد كده على اساس ان هو تبناهم بقى وان هو راجل طيب ولقى 3 اطفال براء وقال يتبناهم ويعول عليهم بقى وكده. فانت متخيل ان في 3 فوق عايشين عيشة هنية ودخلوا المدارس والجامعات وعادي، وفي 4 تحت ما شافوش النور بقالهم 24 سنة، لحد ما جت سنة 2008 وحصل المعجزة أخيرا، إن بنت من البنات اللي هي مخلفاهم تحت هي عندها ربو فمش عارفة تتنفس. فمجرد إن الراجل جه قالت له بعد إذنك أنا كفاية عليا العيشة المأساوية اللي أنا فيها دي، أرجوك ودي البنت المستشفى، أنا مش عايز أروح المستشفى حتى، وديها هي المستشفى عشان البنت تعيش. والراجل الحمد لله الذكاء الشيطاني بتاعه توقف في هذه اللحظة أخيرا، والحمد لله أخذ البنت وداها المستشفى. طبعا البنت اول مره تشوف نور ولقوا وشها غريب جدا، فبيتسالوا ايه تاريخها الطبي، هي ايه السبب ان هي كده وكل الكلام ده. فطبعا كلام عمال يقع منه وعمال يروح ويجي في الكلام مش عارف يقول ايه، فابتدوا يشكوا في الراجل شويه. فقالوا له طب احنا عايزين مامتها بقى عشان نعرف برضو اكيد مامتها عارفه تاريخها الطبي. فقال لها طبعا تعرف هجيبها لكم. وراح وهدد بنته قال لها لو قلتي اي حاجه انت عارفه طبعا انا هعمل فيكي ايه. فراحت البنت فعلا ومكهوره، هي مش هي خلاص انتوا فاهمين الشخصيه بتاعتها بقت
عامله ازاي. اكيد البنت قضت خلاص حياتها الشباب اللي هي من اول 18 سنه لحد فوق ال 40 تحت، فانت فاهم اكيد هي شخصيتها بقت عامله ازاي، مكسوره جدا واي تهديد منه فهي هتبقى تحت امره. فراحت الدكتوره قالت لها انا عايزاكي لوحدك بعد اذنك نتكلم شويه عن تاريخه الطبي او تاريخ بنتك الطبي وكل الكلام ده. فكانت متجاوبه معاها وبتقول لها الكلام وكده، بس هي برضو حست ان هي فيها حاجه غريبه. قالت لها طب بصي احكي لي كل حاجه وانا اوعدك انك انت مش هتشوفي الراجل اللي بره ده تاني. فانطلقت بقى وقالت كل اللي حصل فيها، لدرجه يعني انا بقول لكم اهو في ناس كتيره ممكن ما تصدقش القصه وانا بحكيها دلوقتي. فتخيل الدكتوره واحده جايباها مريضه فجابت مامتها هي شاكه في الراجل شويه، قامت حكيها لها القصه دي، قال ان هي بقى 24 سنه في البدروم وده باباها وخلف منها 7. فاكيد الدكتوره قالت لا البنت ممكن تبقى مجنونه وما صدقتش، يعني انتوا فاهمين. هم قالت لها خلاص انا مش هخليكي تشوفيه، بس لازم نثبت الكلام اللي انت بتقوليه ده ان احنا نعمل دي ان ايه. فاخدوا دي ان ايه من الاب واخدوا دي ان ايه من البنت اللي تعبانه، ولقوا فعلا ان هو باباها، وبكده اتقبض على المقرف جوزيف فريتزل اللي واحد من الكائنات اللي مش عارف ازاي في كائن بشري عامل كده الصراحه. واحب اقول لك يعني دي برضو من ضمن الحاجات، هو اتقبض عليه سنه 2008، سنه 2009 اتحكم عليه بالمؤبد مش بالاعدام، واحب اقول لك ان هو لغايه دلوقتي لسه عايش وقاعد في السجن، دي حقيقه. اما البنت اليزابيث اللي حصل لها دي اشك حاجه عملتها في الحياه، ابتدت حياه جديده، ابتدت حياه نظيفه، غيرت اسمها محدش يعرف عنها حاجه، سافرت في مكان بعيد محدش يعرفه، ومن مصادر مقربه منها بيقولوا ان هي عايشه حياتها وابتدت تتعلم سواقه وبتروح تعمل شوبينج وبتحاول ترجع اللي ضاع منها من زمان، ونفس الكلام لاولادها. بس هي بعيده عن الميديا تماما، ودي حاجه فوق الاحترام. كانت البنت دي ممكن على فكره تبقى مليارديره في ثواني، تطلع كل يوم في شو تحكي قصه وكل الكلام ده، بس هي بعدت عن كل الكلام ده، مش عايزه حد يشوفها في الشارع فيما بعد. هو انت البنت اللي خلفتي 7 من باباكي وكل الكلام ده وقعدت 24 سنه، غيرت اسمها وغيرت كل حاجه، وليها كل الاحترام وليها كل يعني مش عارف اقول ايه، ربنا معاها وربنا يصبرها، واكيد اكيد ربنا معوض لها حاجه كبيره جدا كده كده باذن الله. فعلا قصه ماساويه جدا، واللي مضايقني اكتر ان الراجل لسه عايش لغايه دلوقتي قاعد في السجن عادي، وشفت له فيديو حد صوره جوه السجن بيتكلم ان هو عايش عادي في اوضه وبياكل ومش عارف ايه ومبسوط و... ممكن تلاقي ديتيلز اكتر، او في حاجات ممكن تلاقيها اقل من اللي انا حكيتها، وفي حاجات ناقصاني ممكن ما كنتش حكيتها، هتلاقيها في فيلم ذا جيرل ان ذا بيزمنت. عامه يا جماعه احب اقول لكم ان الفيلم مش بالقوه الواحد متخيلها، فيلم عادي جدا اديله 5.6 من 10. الفيلم ده لو كان ببادجت عاليه وكان بممثلين تقال قوي كان ممكن تلاقي عظمه، ممكن تلاقي حاجه قويه جدا تتعمل بحاجه تخليك تتاثر قوي. بس الناس طبعا اتاثرت، والفيلم ده اتشاف كتير قوي خلال الفتره اللي فاتت بسبب ان هو قصه حقيقيه، فانت مش مصدق ان ده اللي حصل. بس فعلا في الاول وفي الاخر ما اتضايقتش من الفيلم. بس في الاخر لازم اقول لك حاجه مهمه جدا، لو انت شايف ان حاجه زي اللي انا حكيتها دي انت مش عايز تتفرج عليها اساسا فما تتفرجش، لان فعلا في الاول وفي الاخر الموضوع مؤلم جدا جدا جدا، خاصه ان هو قصه حقيقيه. فيعني لو مش عايز تتفرج على فيلم ما تتفرجش على فيلم، لو انت بتحب النوعيه دي من الافلام او من نوعيه الحاجات الغريبه اللي حصلت قصه حقيقيه واتعملت على فيلم اتفرج على الفيلم. بالمناسبه يا جماعه الفيلم قالوا ان هو قصه حقيقيه، بس ما قالوش ان ده جوزيف فريتزل، وقايلين ان القصه في امريكا عادي مش في المانيا، بس عاملين ان هو في امريكا ومغيرين الاسامي وكل الكلام ده، لكن كقصه هي قصه حقيقيه. وبس يا بتوع افلام، ده اللي انا اقدر اقوله لكم في نهايه الحلقه. والحلقه الثانيه من السلسله دي هنتكلم عن القاتل اللي عمل حاجات اعلى كمان بكتير بكتير من جوزيف فريتزل، وهو المجنون اد جين، اللي اتعمل من خلاله افلام كتيره جدا عايشه على افلام الرعب بسبب هذا الرجل، هذا الدماغ اللي كانت بالنسبه لامريكا مفيش حد بدماغ الرجل ده جت قبل كده او جه حد سفاح بهذه الطريقه. انتظروا الحلقه دي من السلسله ان شاء الله. وطبعا لو عجبتك الفقره دي وعجبتك الحلقه دي اتمنى ان بتوع افلام في نهايه الحلقه تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وطبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج فيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. واحلى مسا عليكم. We'll be right back.